كل انواع الشنط، الشنط الحريمي وشنط الشباب وشنط الكيجي شنط الجامعه. قولي اسعار الشنط ايه من فضلك؟ ماركات صيني. تمام. دي كلها مستورده. بتبتدي منها ثلاث مقاسات، بتبدا 250 275 اللي هم بتبدا من مقاس 14 صح كده؟ لا من مقاس كمان اصغر شويه. اصغر كمان هو بقى اللي بره بقى. طب قولي ده مقاس كام؟ ده يبقى 275 دي بتبقى مقاس 14. مقاس 14 ده دي كلها مستورده اللي انا بصورها دي. تمام. في الاكبر شويه عادي زي كده اللي هي دي مقاس كام؟ دي 16 و18. ده 16 و18 صح كده؟ ودي الكبيره اللي تحت دي 18. دي اسعارها ايه بقى؟ 275 لحد ايه؟ من 275 لحد 400. محل كده فيه مكياجات وفيه برفانات وفيه برفانات تركيب اهو، وفي هما سوريين على فكره. دي جرابات موبايل. في الميك اب اهو. الاسعار هنا كويسه جدا والخامات حلوه جدا. انا اشتريت منهم برفانات تركيب قبل كده. في كمان نظارات. دي شنط حريمي اهي، وهنا شنط المدارس. هو انتوا مكانكم هنا فين في روكسي؟ محل مودي 5 شارع حورس، متفرع من شارع الاهرام. محل اسمه مودي؟ مودي 5 شارع حورس، متفرع من شارع الاهرام. متفرع من شارع الاهرام في روكسي. تميز حاجه مميزه هنا ان هتخش المحل فيه كل حاجه موجوده. انا فاهمه. لا انا قصدي ايه يعني اقول يعني في ظهر عمر افندي. على ظهر عمر افندي في اكسسوارات. في اكسسوارات لو عايز ابص برضه عليها، في برفانات جنابات. سكرينات موبايل وشواحن وسماعات وساعات نظارات. ايوه جميل، واحد يدخل في كل حاجه. ده يعني زي مول. انتوا عندكم دور فوق كمان؟ تمام.
انتوا فاتحين كل يوم من كام لكام؟ من 10 الصبح ل 12 الليل. من 10 الصبح ل 12 الليل كل يوم فاتحين صح كده؟ كل يوم محل مودي في شارع